بمناسبة تولي قيادة الجزائر وثقة الشعب الجزائري في فخامتك لولاية تانية، وأتمنى كل التوفيق لفخامتك وللشعب الجزائري. واسمح لي فخامة الرئيس إن احنا بمناسبة يعني الاحتفال بالذكرى 70 للثورة الجزائرية، أيضا إن أنا أهني فخامتك والشعب الجزائري بهذه المناسبة العظيمة اللي كانت بالنسبة لنا في مصر وللمصريين محل إعجاب وتقدير واحترام شديد للشعب الجزائري وتضحياته ونضاله من أجل التحرر، وقدم أكتر من 1,000,000 شهيد. فكل سنة والجزائر بخير، ونتمنى لكم كل التوفيق. اسمحوا لي ان انا خلال مباحثاتي مع فخامة الرئيس تناولنا سبل تطوير العلاقات والتعاون في كافة المجالات على افاق ارحب من المستوى اللي موجودين احنا فيه دلوقتي. واسمحوا لي ايضا اقول لكم ان اللجنة المشتركة التاسعة ان شاء الله تنعقد في القاهرة قريبا عشان تبذل يعني تضع موضوعات اكثر للتعاون بين البلدين، لان حجم التفاهم والتوافق مع الجزائر لتطوير العلاقات يعني منذ اول زياره الحقيقه ومنذ اول لقاء مع فخامه الرئيس كان واضح وقوي. احنا فرص التعاون بين البلدين فرص كبيره، وسواء كان في الاستثمار او في المشروعات المشتركه اللي ممكن نعملها، وده اللي كان بنتكلم فيه مع فخامه الرئيس ومع اعضاء الوفدين المصري والجزائري. واسمحوا لي اقول لكم ان الشركات المصريه الحقيقه يعني، وانا هنا بسجل باحترام شديد وبتقدير شديد المعامله الكريمه اللي بتتلقاها الشركات المصريه العامله بالاستثمار في الجزائر او بتقوم بمشروعات في الجزائر. وهنا بقول ان احنا لدينا في مصر اكثر من 5,000 شركه تستطيع ان تعمل في كافة المجالات، في أي موضوعات أو أي مشروعات خاصة بالبنية الأساسية، بنتكلم على طاقة، بنتكلم على محطات كهرباء، بنتكلم على محطات مياه، بنتكلم على أنفاق، بنتكلم على طرق وكباري، بنتكلم على مشروعات إسكان. أي مشروعات إحنا بقالنا عندنا دلوقتي بفضل الله سبحانه وتعالى حجم ضخم من الشركات قادر على أن هو يعني لو يتبادل الخبرة مع أشقائنا في الجزائر ويقوم بمشروعات لو كان هذا الأمر يعني هو طبعا مرحب بيه، لكن أنا بسجله دلوقتي قدامكم أثناء المؤتمر يعني. وأيضا فرص الاستثمار المتبادل سواء كان الاستثمار في المشروعات الاستثمارية في الجزائر أو برضو أن يبقى في مستثمرين للعمل في مصر، احنا بنرحب ونقوم بتقديم كافة التسهيلات التي تحقق ذلك. الحقيقة أيضا خلال مباحثاتنا تحدثنا عن الأوضاع في المنطقة وقد إيه المخاطر الشديدة اللي موجودة واللي بتتعرض لها المنطقة، بدءا من الحرب في غزة وتطورات الأوضاع والحرب في لبنان، ثم الأوضاع في ليبيا والسودان، والتوافق تام على أهمية استعادة الاستقرار في المنطقة. استعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن التدخل في شؤون الدول او محاوله التآمر او محاوله اسكاء الفتن بين الدول بعضها البعض. فيما يخص غزه تحديدا، لان هي موضوع في اجماع عربي عليه على ان اهميه ايقاف اطلاق النار وادخال المساعدات واطلاق سراح الرهائن والاسرى الفلسطينيين، ده امر احنا كلنا حريصين عليه منذ من اول اقتتال في 7 اكتوبر السنه اللي فاتت. واحنا في مصر بنبذل جهد كبير في هذا الاطار عشان حتى حجم المعاناه اللي بيتعرض لها اشقائنا في القطاع ضخم جدا. ونقدر نقول ان القطاع يعني تحت الحصار بقاله ما يقرب من 4 شهور دلوقتي، وبالتالي احنا كل الجهد اللي بنبذله مع كل الشركاء والأشقاء محاولة لإيقاف إطلاق النار زي ما قلت
وإدخال المساعدات. مصر خلال يعني الأيام القليلة الماضية قامت بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة يومين، يتم التبادل يعني 4 رهائن مع الأسرى، بعض الأسرى اللي موجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في القطاع، ويبقى وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات اللي احنا بنقول إن أشقائنا في القطاع بيتعرضوا لحصار صعب جدا وتصل إلى حد المجاعة، وأهم مهم جدا إن احنا تدخل المساعدات في أسرع وقت ممكن. بنأكد مرة تانية في يخص قطاع غزة إن احنا ضد أي محاولة لتهجير قسري من القطاع لخارج القطاع، لأن ده أمر يعني مش في صالح القضية الفلسطينية، وفي نفس الوقت احنا بنقوم بدور لإيقاف إطلاق النار والحفاظ على القطاع حتى رغم التدمير الكبير اللي القطاع بيتعرض له. فيما يخص الأزمة اللبنانية برضو التوافق موجود مع فخامة الرئيس ومع شقائنا في الجزائر على أهمية عدم امتداد أو أن الصراع يمتد خارج المنطقة، ومحاولة حصار الأزمة اللي موجودة في لبنان وإيقاف إطلاق النار والوصول إلى حالة من الاستقرار للأوضاع المضطربة جدا في منطقتنا، وحتى لا تخرج الأمور عن يعني تعرض الإقليم لحرب أوسع وتنزلق الأمور لمخاطر أكبر من اللي احنا بنشوفها دلوقتي. فيما يخص الأوضاع في السودان، نحن طبعا متوافقين على أهمية إيقاف إطلاق النار والوصول إلى حكومة في السودان تؤدي إلى انتخابات وتبقى الأمور مستقرة، وإحنا لا نتدخل. أنا بتكلم وده في توافق بين مصر وبين يعني الشقيقة الجزائر مع فخامة الرئيس على عدم التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة تهدئة الأمور ما أمكن. نفس الموقف في ليبيا، بنقول إن يعني إن حكومة ليبية تبقى مسؤولة عن إجراء انتخابات وتجيب قيادة شرعية تبقى هي مسؤولة عن الدولة الليبية، هيكون محل دعمنا واستعدادنا للتعاون من أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وده أمر ثابت من ثوابتنا إن احنا بنتكلم على وحدة الأرض الليبية، بنتكلم على إن الحل ليبي وعدم التدخل في الشؤون الليبية. أنا حبيت إن أنا يعني أطمنكم على إن المباحثات اللي بيني وبين فخامة الرئيس وعلى مستوى الوفدين كانت مباحثات إيجابية جدا، والحقيقة بتفتح آفاق للتعاون بين البلدين، وإحنا في مصر فخامة الرئيس سعداء بالعلاقة مع فخامتك ومع الجزائر، ومستعدين دايما لمزيد من العمل المشترك والبناء من أجل مصالح الشعبين المصري والجزائري. واسمح لي أقول لك أهلا وسهلا بيك مرة تانية وبالوفد المرافق ليك، وكل سنة وانتم طيبين، وسعداء بوجودك معنا في مصر، وتحياتي وتحيات الشعب المصري لفخامتك، وتفضل فخامتك.